السلام عليكم طلاب الصف السابع، كيف حالكم؟ أهلا وسهلا بكم إلى درس جديد من دروس تعلم اللغة الإنجليزية. درسنا لهذا اليوم هو Present Perfect. Present Perfect، الحاضر التام. بداية دعونا نتعرف على استخدامات الحاضر التام، زمن الحاضر التام. Past Recent Events، الاستخدام الأول is about past recent events، الأحداث قريبة الزمن، يلي زمنها قريب من الحاضر. We don't say when or with time expressions including now، حيث لا نستخدم التعابير، لكن نعرف أن الزمن أو الفعل قد حدث منذ فترة زمنية قريبة. For example, she's had an accident. I have passed the exam. أصيبت بحادث، اجتزت امتحاناتي. هنا أتكلم عن فعل حدث منذ فترة وجيزة ولم يحدث منذ فترة بعيدة. This is the first use of present perfect. So we say past recent events. The second use is from past till now. From past till now. من الماضي إلى الحاضر. الاستخدام الثاني هو لفعل بدأ في الماضي واستمر إلى الحاضر. إذن فعل بدأ في الماضي واستمر إلى الحاضر. نلاحظ استخدام just, already, yet, recently, today, this week, this month. هذول كليات ظروف متعلقة بهذا الاستخدام. فهذه الظروف تدل على أنه يجب أن نستخدم الحاضر التام. نشوف الأمثلة. Have you finished yet? هل انتهيت؟ Yes, I have already finished. نعم لقد انتهيت للتو. Have you seen any good films recently? هل رأيت أي أفلام مؤخرا؟ I haven't seen Ted today. لم أرى تيد اليوم. Maybe he's not feeling well. ربما هو ليس بحال جيدة. فعم لاحظ كل الأفعال الموجودة هون عم تبدأ من الماضي تستمر إلى الحاضر. طبعا هذا الاستخدام هو الرئيسي والأساسي، فعل بدأ في الماضي واستمر إلى الحاضر. إذن هذا الاستخدام الثاني. الاستخدام الثالث past experiences، تجارب وخبرات سابقة. We don't say when these events happened، حيث لا نعلم زمن هذه التجارب وهذه الخبرات، والزمن مجهول غير واضح كالاستخدام الأول. نشوف الأمثلة. We've been to Rome and Florence، لقد ذهبنا إلى روما وفلورنس. I haven't read that book، لم أقرأ ذلك الكتاب قبلا. فأنا بحكي إذا ملاحظين عن تجارب سابقة حيث زمن الفعل غير معروف. لما أقول we've been to Rome and Florence، لقد ذهبنا إلى روما، متى؟ غير معلوم. I haven't read that book، لم أقرأ ذلك الكتاب، أيضا الزمن غير معلوم. إذا أنا بحكي عن تجربة في الماضي لكن زمنها غير محدد. ايه موجود ب اسمه فوتو. بناخذ امثله لنفهم هذا الموضوع اكثر. Have you ever read it? I have never read it before. هل قرأته قبلا؟ لا لم أقرأه قبلا. This is the best food I have ever tried. هذا هو أفضل طعام سبق وأن تذوقته قبلا.
I have seen this film three times. لقد رأيت هذا الفيلم ثلاث مرات. طبعا ملاحظين انه بالاستخدام الاخير الفعل قد تكرر في الماضي اكثر من مرة والزمن غير معروف. ملاحظ هون استخدام هون this is the best food I have ever tried. هذا هو افضل طعام تذوقته على الاطلاق, اي لم يسبق ابدا ابدا ان تذوقت مثل هذا الطعام. طبعا دائما هاي الصيغة نستخدم مع صيغة الحاضر التام. الاستخدام الأخير unfinished situations, مواقف لم تنتهي, situations that started in the past and haven't finished, مواقف بدأت في الماضي ولم تنتهي. منشوف على سبيل المثال how long have you been here, كم لك هنا, فهو موجود حاليا هون, نحن عم نسأل عن مدة وجوده. عم بيقول I have been here all day, صار لي موجودا طوال اليوم ولم أغادر, أي أن الفعل لم ينتهي, الفعل بدأ في الماضي وهو في حالة استمرار إلى الحاضر ولم ينتهي. طبعا دائما الكلمات اللي نستخدمها how long, for, since, دائما هدول معظم هاي الظروف يلي أخذناها بدءا من هون just, already, yet, recently, today, this week, this month, ever, before, how long, for, since, كلياتها هاي ظروف تدل على زمن الحاضر التام. منشوف we have been married for 20 years, صار لنا متزوجان 20 عاما, أي أن الفعل بدأ في الماضي وما زال مستمرا إلى الحاضر. Lately all plus time expression, مجرد ما نستخدم all. I have lived in this house all my life, لقد عشت في هذا المنزل طوال حياتي. فمجرد ما تستخدم all بنستخدم الحاضر التام. We have been very busy lately, صار لنا, طبعا lately هو أحد الظروف التي تدل على أن الفعل بدأ في الماضي واستمر إلى الحاضر وما زال مستمرا. نشوف المثال We have been very busy lately, صار لنا مشغولين حتى وقت متأخر وما زلنا مشغولين, أي أن الفعل لم ينتهي. طبعا مطلوب مننا في نهاية الدرس الاستماع إلى الدرس, التركيز في الدرس, ومحاولة فهم جميع الأفكار الواردة فيه. وفي الدرس القادم إن شاء الله سنقوم بحل تمارين متعلقة بزمن الحاضر التام. Wish you good luck. Goodbye.